السلام عليكم يا احسن عائله، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ مزيان الامور، هانيه هانيه الامور. فيديو جديد ونهار جديد. ما كنتش بغيت نخرج بهذا الفيديو دا، واعد راسي ما نبقاش نخرج بحال هاد الفيديوهات، ولكن طحت في الفخ، ما عندي ما ندير. سمحوا لي على الاضاءه، عندي الاضاءه هنايا الله يحسن العوان، هذا الشيء ما كان. المهم اخوتي، بزاف الناس عاوتاني اللي فاتيه الكذابه، فاتيه الكذابه، فاتيه الكذابه، فاتيه الكذابه، حاجه واش نكون كذابه؟ انا الحقيقه في الدقيقه، وانا ما كنخاف من حتى شي واحد، كنخاف غير من اللي خلقني. علاش كذبتي في العمر ديالك؟ المهم هذا الفيديو هذا بزاف جمعتو، غنطوي هذا الموضوع وغنطوي هذه الصفحه، ما نبقاش نعمر راسي بالخوا الخاوي. المهم انا غادي نجاوب الناس الزوينه اللي كتهضر هضره زوينه، والناس اللي ما كيهضرش بهضره زوينه حتى هو غادي نجاوبو. المهم اخوتي، جيت هذا الفيديو هذا جمعت لكم فيه بزاف. المهم سولتوا لي على فندو تاع اللي درت في العرس، بزاف ديال الناس مساكن بغاو يشريوا هذا الفندو تاع، وننصحكم به صراحه خطير. غندير ليه اشهار دابا فابور على وديتكم نتوما، تستاهلوا كل خير، وعلى الزواج ديال امينه وعلى العمر ديالي. بزاف ديال الناس والكذابه والكذابه. اختك ساميه حطات التحليله وتفرطتي، كون كنت انا كذابه راه اختي ساميه غتخبي عليا. حنا راه ما كنخبيو حتى حاجه على بعضياتنا، واي فيديو تحط الا هو كندرسوه حنا كاملين العائله، غنقولها درقي العمر. المهم انا ما كذبتش عليكم، وانا مزيده في 1992، ونتحدى اي واحد يقول لي لا كتكذبي. انا بنت مواليد 1991، ماشي 92، ولكن كنتسمى في 1992. علاش؟ حيت انا في الاخر ديال شهر 12 انا مزيوده نهار راس العام. انا ضايع ليا عام، انا ضايع ليا عام، يعني كانت تسمى 1992. حتى في المقاطعه ملي كنبغي نصيب شي ورقه تيقولوا لي ويلي انت ضايع لك العام، وراكي بنت 92 ماشي بنت 91. هاد الموضوع هذا غادي نيفيتيه، والناس اللي كتقول كذابه 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 حشومه، انا ما تنخاف من حتى شي واحد. انا اللي كاين واخا نكون مزيوده في 1990 1980 1990 1960 1960، اش فيها كاع؟ واش حنا بنادم زعما ما غاديش نرضاو براسنا؟ اللي كبر راه كبر راسو، اللي صغير راه صغير راسو، هادشي اللي كاين. بنادم منوض عاوتاني القربله في الكومونتيرات، والله اش نقول لكم، وحق لا اله الا الله، صافي ما علينا. المهم انا ما كذبتش عليكم، وانا ماشي كذابه حاشا، انا بنت 1992 البنات، ولكن في الحاله المدنيه في الفلاكارد 1991. علاش؟ حيت انا مزيوده في الاخر ديال شهر 12، انا ضيع ليا عام، انا تزاديت نهار راس العام، انا ضيع ليا عام بيني وبين سميتو غير نهار. صافي هادشي اللي كاين، ونتمنى من الله نكون شرحت ليكم، وانا راه ما تنعرفش نشرح مزيان، نتمنى من الله تقبلوا عليا. مهم انا بنت 2092، وفي حاله في لاكارت ناسيونال 1991. علاش؟ حيت زاديت في راس العام، انا ضيع ليا عام، وكنتسنى من مواليد 1992. قالوا لي في المقاطعه، قالوا لي البوليس، قالوا. المهم انا نحيد هذا الموضوع، هذا نطرق لي صافي نيفيتي. المهم بزاف ديال البنات اللي قال لي اختي فاتي شنو هو الفندق تاع اللي كديري ودرتيه ملي مشيتي للعرس، حشومه عليك، ما بغيتيش تورينا. انا هذا عندي دوريجين، ما شاريش العادي. الناس اللي غادي تمشي للسويقه وغادي تشري الدوريج الميتاسيون، ماشي هذاك حبيبتي. انا هذا شاريه ب 500 درهم، جايني من ميريكان، ما خديتوش من المغرب، جاني من ميريكان، خديت جوج ب 1000 درهم، واحد خداته اختي مريم وواحد خديته انا. المهم ها هو، ها هو سكريني، وها البنات خذوه، يكون دوريجين ما تاخذوش يكون عادي. انا درا خديته ب 500 درهم اللي هي 10000 ريال، وما خديتوش من المغرب، خديته من ميريكان. كنت شحال هادي قبل ما ندخلوا اليوتيوب، كانت واحد السيده كتلوح داكشي في الفيسبوك، ودخلت عندها قلت لها اختي راه بغيت واحد، نقصي ليا هادي 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 هادي. قالت لي انا ما كنسكنش في المغرب، انا كنسكن في امريكان، ولكن كاينه واحد السيده كنتواصل انا وياها، هي اللي كتصيفط للبنات في امانه في المغرب. هذيك السيده هذيك السيده اللي في امريكان صيفطاتو لديك السيده اللي كاينه في وجده، وهذيك السيده اللي في وجده صيفطاتو ليا انا في امانه، وخلصت عليه 60 درهم اللي هي 1200. ها هو البنات دوريجين، نشوف عاوتاني كتابه كي غتكتب. المهم ها هو دوريجين، ما تاخذوش عادي كيكون، ولكن سيروا قولوا لي عطاك الدوريجين.
يعطاكم الدوريجين. المهم اخوتي ها هو هذا راه دوريجين، صافي حيدنا من هذا. مهم بزاف د البنات اللي قال لك ويلي امينه علاش غادي تزوج وعلاش هادي علاش هادي، راه امينه ما غتزوجش، راه حنا غير درنا مقلب لبا ولمي. امينه راه جاوها الناس اللي كتقول لك ويلي داك باقا صغيره وفيها ما عرفش كتخسر الهضره ويلي وحشومه. امينه كون بغات تزوج جاوها عروض الزواج مغريه جد 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 جدا، لا هي لا ايمان. جاوهم الزواج امريكان، جاتهم المانيا، جاهم السويد، جاتهم بلجيكا، جاتهم فرنسا. يعني الدراري باقين صغار ولي جون وهكا كيديروا، يعني غادي يعيشوا اميرات. تيقولوا لها امي عزيزه عافاك حنا بغينا نتزوجوا، غادي نصيفطوا دارنا نهار الفلان الفلاني. امي كتكون رافضه بتاتا، وخوتي حتى هما كيكونوا رافضين، خصوصا خوتي تيقول لك حنا ما غاديش نتزوجوا دابا حاليا تنكبروا شويه. الناس اللي كتقول لك امينه بغات تسمح في قرايتها وتمشي تزوج، راه ما كاينه البنات لا زواج لا حتى شي حاجه. امينه غادي تكمل قرايتها، وكون كانت امينه بغات تزوج كون لقيتوها خارج المغرب ولا داخل المغرب، وجاوها عروض من المغرب. الصراحه الدراري باقين صغار وزوينين بمحلاتهم بالمشاريع ديالهم بديورهم بطوموبيلاتهم بخدمه كي دايره بلي سالير واو جد. المهم انا ما تنكذبش عليكم، انا تنقول لكم اللي كاين، يعني البنات باش تفهموا. المهم هذا الفيديو انا نقدر نلوحو لكم دابا ولا نلوحو لكم حتى لغدا، دابا راه 11 د الليل. المهم امينه ما غتزوجش، والناس اللي كتقول ويلي امينه سيري كملي قرايتك لا حشومه لا هادي لا هادي لا هادي حشومه، كتقولي باك الزواج. حنا داك الشيء عندنا عادي، حنا با دير بحال صاحبنا، حنا با دير بحال صاحبنا، كنعاودوا لي كنضحكوا معاه كنشطحوا قدام وهكا هكا كنضحكوا يعني عادي. با انا ميتي ليه والديه مسكين مني كانت في عمره 3 سنين ولا ما عرفت عامين، وبا كيشوف فينا حنا وحنا ولاده وحنا خوته وحنا والدي وحنا كذلك. با الله يحفظنا الله يخلي لنا تاج فوق راسه، وكذلك الام ديالي حتى هي كذلك. حنا مصاحبين مع والد مع الوالدين ديالنا، يعني مقرب ما كاين زعما لا شي ما كتحشميش حشومه. حنا ما نقدروش، انا تنقول با انا نهار ملي بغيت نتزوج انا قلت لها با الا ما تزوجت غادي ننتحر، غنجيكم الصراحه لا ما خديتش يونس غننتحر اقسم بالله. قال لي غتنتحري سيري الله يعاونك صافي، حيت انا كنت باقا صغيره على الزواج، تزوجت في عمري 17 عام. قال لي خليتي تزيدي تكملي قرايتك وهذاك الشيء. ايوا انا كنت بغيت نتزوج، انا ديك الساعه كنت انا باغا نتزوج صافي عادي. والناس نعاود نقولها ونعاود كتقول لي كتعاودي الهضره، نعاود نقولها باش اللي ما سمعش في الاول كيسمع في الوسط، اللي ما سمعش في الوسط تيسمع في الاخر. الناس اللي كتقول الامينه اوي اللي انت مالكي درتي على الزواج، انت امينه ما باغاش تزوج. امينه كيف قلت لكم ونعاود نقولها لكم، امينه جاوا عروض مغريه جد جد جدا، واللي غادي تعيش اميره داخل المغرب وخارج المغرب. لي سالير اللي كيشدوا بطوموبيلاتهم بديوراتهم بالمشاريع ديالهم، ماشي زعما تنقول لكم هادشي ويلي على الفحن، هادشي راه ما كاين فيه لا فحن. انا تنعاود لكم شنو كاين، الناس جاوهم منين ومنين. راه واحد كاين كاع نيت في المغرب هنايا عنده هري ديال الكليماتيك زور وديال داك المواد الالكترونيه كيبيع غير جديد، ما كيجلسش في المغرب شهر هنا وشهر في المغرب، تبقى تمشي هي وياه ما بغاتش. الناس عاوتاني هنايا واحد السيد عاوتاني خدام في البنك نيت هو راه مدير فيها ما بغاتش. واحد السيد كذلك خدام خدمه زوينه 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 بزاف، راه عرفتي راه هو الشاف ديال الشركه ما بغاتش. نهضر لكم على ديال المغرب، عاوتاني جاوها مساكن الناس عاوتاني اللي طالبين معاشهم ما بغاتش، والناس عاوتاني اللي خارج المغرب بلا ما نهضر عاوتاني جاوها خدامين بديورهم بشركات ديالهم بلي سالير بديور في برا بديور في المغرب. بزاف 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 ما بغاتش، لا هي لا ايمان ما بغاتش، لا هي لا ايمان. وكيتواصلوا مع امي ومساكن تي زعما تيديروا محاولات، هادي غنجيو نهار الفلان الفلاني سيري فكري خدي وقتك هادي هادي هادي، ما كيبغيوش. هادشي اللي كاين اخوتي. المهم امينه راه ما غاديش تزوج، وامينه ما مزروباش على الزواج، وهي دابا حاليا ما مفكراتش في الزواج. نهار هي غادي تقرر تبغي تزوج هي غادي تشوف، هي غادي تقرر انا غنتزوج ولا ما غنتزوج. دابا حنا هي كنضحكوا ودرنا غير مقلب هذا، يعني ماشي سمعت الموتور ينسجا غير مقلب هذا الموتور ديالو جا غير مقلب، ماشي زعما شي حاجه اللي زعما راه بصح راه هكا درنا مقلب. والناس اللي كتقول لك دابا الله يهديكم الله يهديكم حتى تعرفوا شنو كاين. المهم انا خرجت شرحت لكم، نوريكم لاكارت نيت ديالي اللي نوريها لكم. سمحوا لي ما لبساش حوايجي، ندير هكا
ندير هذا ما عرفتش. المهم ما علينا مره اخرى. المهم ما علينا هادشي اللي كاين. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. المهم هذاك الشيء ديال وريني نوريك راه حشومه وراه عيب وعار. وانا لا بغيتش نقول كاع ما نقولش كاع عمري ما نقولوش اصلا ما نقول لا في عمري 30 لا 31 لا 34 لا 50 لا 60 لا 70 ما نقولوش اصلا. كي كيديروا جميع اليوتيوبرز ملي كيسولوهم على العمر تيضربوا الطم ما كيجاوبوش كاع على داك الفيديو كاع على داك الكومونتير ولا على داك اللايف ولا على داك انا الله يهديني حتى انا فيا الطيران وتن بغيت انا نبقى نشارك حياتي. وكاينين شي حوايج ما خاصهم شي يتقالوا وشي حوايج خاصهم يتقالوا. على دابا انا تسميت كدابه هادشي اللي كاين. الله يهدي ما خلق. السلام عليكم. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه يا احسن عائله.